بعث رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبال برقية تهنئة لقداسة البابا طهدروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد القيامة. وأعرب رئيس مجلس النواب عن تمنياته بأن يديم المولى عز وجل على مصر وشعبها العظيم أواصر المحبة والتآخي والوئام، وأكد التقدير الكبير لجهود البابا طهدروس الثاني في ترسيخ قيم التسامح والمحبة والإخاء بين جموع المصريين.